يأتي هذا فيما استعدت مختلف الجهات المعنية بشؤون الحج في المملكة العربية السعودية بتوفير كل الإمكانيات لتيسير أداء المناسك، ووضعت نقاطا أمنية على جميع الطرق التي يسلكها حجاج بيت الله الحرام من أجل تنظيم حركة القوافل وضمان سيولة الحركة لتنفيذ خطة تصعيد منى، بل تصعيد الحجاج لمشعر منى. وتم تهيئة مخيمات إقامة الحجاج وتجهيزها بلوازم الإعاشة إضافة إلى الخدمات الطبية، كما جهزت الأمانة العامة للعاصمة المقدسة قرابة 400 موقع في المشاعر المقدسة للمباسط ومحلات بيع المواد الغذائية. وأصدرت معسكرات الخدمة العامة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة التي تقيمها جمعية الكشافة الأدلة الإرشادية لمشعري منى وعرفات باللغتين العربية والإنجليزية ونسخا إلكترونية على الإنترنت. تهدف الأدلة الإرشادية المحدثة إلى تحديد موقع كل بعثات الحج والخدمات المختلفة من أجل سهولة الوصول إلى كافة الوجهات بالمشاعر المقدسة. أنا سعيد للغاية لوجودي هنا. الأمور منظمة بشكل جيد، الزحام شديد هنا، لكن بصرف النظر كل شيء على ما يرام. من الرائع تنظيم الأمر بطريقة إلكترونية لأنه يتعين على جميع الحجاج الحصول على تأشيرة. كما تعلمون قبل الوصول إلى هنا كان الأمر مفتوحا للجميع من قبل، لكن الآن الأمور منظمة بشكل جيد. أنا أدعو للأمة الإسلامية والناس في جميع أنحاء العالم، السلام هو الشيء الأكثر أهمية للعالم الآن.